هذا شعل الكبال او حرير الدرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رمضان مبارك سعيد، مرحبا بكم في الحلقه التاسعه من سلسله تعريف الاعشاب المغربيه. عشبتنا اليوم هو حرير الدرا او الشعر ديال الكبال. حرير الدرا هو داك الشعر الرقيق اللي كيطلع فوق الدوره وكيكون اللون ديالو اصفر او ذهبي. كثير من الناس كيشوفوا هذا الحرير ولكن ما كيعرفوش هما الفوائد ديالو واش هي القيمه ديالو. اولا اثبتت الدراسات ان حرير الدرا الا طبخناه وشربنا المطبوخ ديالو كيحمي الجسم وكيعطيه واحد المناعه وكيقاوم الامراض. ثانيا احسن مشروب طبيعي اصحاب السكري، حرير الدرا كيتصنف افضل المشروبات كتقاد نسبه السكر في الدم. ثالثا اذا خدينا نفس الكميه من ورق الكرموس وحرير الدرا وطبخناه وشربنا المطبوخ ديالو كيعالج مشكل حرق الدم، كذلك التهاب المتانه والحرق ديال المتانه، مجموعه من الامراض اللي كتصيب الجهاز التناسلي البولي. رابعا وهذا الشيء مهم بزاف، الحرير الكبار من افضل الاشياء اللي عندهم طونسيون، اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، كيساعد في تنظيم ضغط الدم. في الختام بغيت ناكد لكم ان حرير الدرا من افضل الاعشاب اللي خلق لنا الله في الطبيعه، فيها بزاف ديال الفوائد وما عندهاش اعراض جانبيه، يعني كل فوائد الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى. بس وصلنا لنهايه الفيديو، بغيت كل شيء يدير جدول في هذا الفيديو، ما تنساوش التعليقات بشان الفيديو اللي نصوروه في المستقبل، وشي يدير ابوني باش يوصلكم فيديوهات جداد. شكرا.